بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على آخر سبب من أسباب البلادة الروحية. هتكلم معاكم عن ما يسمى بالإدمان. إدمان إيه بس يا بونا؟ الحقيقة في إدمان معظمنا بقى واقع فيه. الإدمان ده اسمه إدمان الميديا، لدرجة إن أنا للأسف ممكن جدا اكون بلف في الكنيسة في صلاة عشية بالبخور، يعني جوه بيت ربنا وجوه صلاة لتروجية الشعب كلها بيرفع قلبه لربنا، وفي شباب او حتى كبار صدقوني بيفتحوا الموبايل علشان يردوا على بعض الرسائل. ممكن تكون من وجهة نظرهم الموضوع مهم وارجنت، بس مش لكل شيء تحت السماوات وقت، للعبادة وقت وللكلام وقت وللسكوت وقت. لكن الحقيقة الجهاز اللي بقى محطوط في جبنا ده بقى ليه سيطرة وأوفر كنترول علينا احنا، يعني هو اللي بقى يتحكم فينا. حتى ناس كتيرة قوي ممكن تكون حاضرة قداس وتحس بفايبريشن او مسج جات لها، يبقى مش قادر من باب الفضول ما يردش او يشوف ايه اللي جاله على الموبايل. ده غير ان الموبايل نفسه بقى فيه برامج كتيرة قوي زي اليوتيوب، بقت بتضغط بزرار وانت بتختار اللي انت عاوز تتفرج عليه، اللي عاوز اغاني بقى، واللي عاوز مسلسلات، واللي عاوز حكايات، واللي عاوز اخبار، واللي عاوز احداث. على فكرة يا جماعة، لا مانع ان يحصل انسان على بعض الترفيه طالما الترفيه ده مفهوش عثرة، لكن انا بتكلم على ادمان. النهاردة الإنسان لو نزل من بيته وحاسس إن الموبايل مش في جيبه بيرتبك جدا، ويحس إن إحساسه بالأمان اتهز، وماذا يحدث لو وماذا يحدث لو. وابتدت الناس كده تخش على حاجات لا هتبنيها ولا هتكبرها ولا هتنفعها، ويبقى عندها فضول إنها تعرف أخبار حتى على مستوى مش عارف أقول إيه، الفنانين مين طلق مين ومين اتجوز مين ومين رفع قضية على مين ومين كسب قضية مين. كلام آسف ان انا اقول، يعني مش عارف اقولها ازاي، بس هو كده تافه قوي بقى يشغل عقول الناس وافكارهم وبيبرد قلبهم في ناحية علاقتهم مع ربنا. انا بعتبر ان الجهاز اللي في جيبي ده ممكن يكون سبب شر كبير قوي قوي لو انا ما عنديش ارادة اقدر انا اتحكم فيه، لان اكيد الميديا اللي بقت موجودة في الشاشة سبب من اسباب البلادة. يا رب ارحمنا، ونتقابل بكرة في العلاج. امين. صباح الخير.